أعزائي المشاهدين، السادة الحضور، نصر الدين طوبار صوت من الأصوات التي تضرب على أوتار القلوب وتحلق في رحاب السماء والخشوع. ولد المرحوم نصر الدين طوبار بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، ولما كانت هذه الدورة تحمل اسم المرحوم نصر الدين طوبار فهذا فيلم تسجيلي عن مسيرته. من كل صوب جاء سبحان من رفع السماء بلا عمد. صوته يأخذك إلى عالم بعيد حيث السماء، وخاطبت ابتهالاته الروح قبل العقل. حين تسمعه تتيه في عالم يملأه الخشوع. إنه شيخ المنشدين، الشيخ نصر الدين طوبار، الذي انفرد عن سابقيه ومعاصريه بالتربع على عرش قلوب وألباب المستمعين في مصر والعالم العربي أجمع. ابن قرية المنزلة بمحافظة الدقهلية، الشيخ نصر الدين طوبار، الذي تربى في أسرة متدينة مكنته من حفظ كتاب الله وهو في العاشرة من عمره. عشق الشيخ الراحل تقليد مشاهير القراء في صغره، فاشتهر في صفوف أقرانه في المدرسة بالصوت الحسن. وحينما ذاع صيته شجعه أصدقاءه ومن حوله للتقدم إلى اختبارات الإذاعة المصرية، والتي أخفق في اختباراتها لست مرات حتى نجح في المرة السابعة بعدما أصابه الضيق واليأس. وكان أول ابتهال له بالإذاعة صرى من مكة. قدم الشيخ طوبار خلال حياته ما يقرب من 75 ابتهالا، أبرزهم بك أستجير، ويا مالك الملك، وجل المنادي، ويا بارئ الكون، ورمضان أشرق، والطير سبحه، وكل القلوب إلى الحبيب تميل، يا من يراني في علاه ولا أراه، وغيرها من الابتهالات التي جعلت أعيان البلاد تدعوه لإحياء حفلات الصفاء الروحي، سواء كانت بالتلاوة القرآنية أو بأدائه لبعض الأناشيد. نصحه الموسيقار القدير الراحل محمد عبد الوهاب بتعلم الموسيقى حتى يشغل موهبته، ووعده أن يلحن له بعض الأعمال. وبالفعل التحق نصر الدين طوبار بمعهد الموسيقى وبرع في دراسته، فكان الأول على دفعته، والتي انعكست على أدائه وإحساسه بالنص الشعري الذي يبتهله وينشده. ويعد طوبار أول من أنشد ابتهالاً مخصصاً لأبطال حرب أكتوبر عام 1973 بعنوان سبح بحمدك الصائمون. كما ارتبط الناس بسماع الشيخ نصر الدين طوبار عقب قراءة الشيخ الشعشاعي في صلاة الفجر. اللهم صل وسلم.